انت تصدق سالفه قصه مناصب والهجمه الشرسه هذه؟ لا، الموضوع اكبر. الموضوع ان انا جيت حطيت ضوابط ومعايير على الجميع. انت اليوم جمعيه خيريه، تدري قبل شنو كان في السابق؟ احنا عندنا لجنه المساعدات في الخارج، هذه راس مالها تقريبا 2 مليون دينار، تخيل بالسنه. شوف كل سنه اتي الجمعيه، انا عندي المشروع الفلاني، اتي الوزاره هاكم الفلوس، اخذ الفلوس. في الغالب ما في المتابعه اللي ممكن تبسط رقابتك وهيمنتك كدوله. ففي منهم جزاهم الله خير في العمل الخير يقوم يعني بدوره على اكمل وجه، لكن في بعض الجمعيات شعار دولة الكويت هذا ما يدور، المشروع اللي يسوي ما ينحط. فالمبالغ هذه قاعدة تروح إلى نفس الفكر اللي ينتهجه هذا الحزب أو ذاك الحزب. هذا واحد. اثنين، اليوم أنا كدولة وكحكومة علي استحقاقات من المجتمع الدولي، ما هذه الفلوس إذا طالعة من الحكومة وراحت مصارفها إلى داعشي ولا متطرف، من اللي يدفع الثمن؟ احنا مو سالفة بس فلوس، الكويت سمعت الكويت. وهذه صارت في هولندا. هولندا؟ نعم. شلون صارت في هولندا؟ بعض المراكز اللي احنا سويناها زين، القائمين عليها جتنا شكاوى من الحكومة الهولندية، القائمين عليها متطرفين، وفي منهم لعدم التدقيق خذ المركز وحطه باسمه، حطه هو ربع باسمه، قالك والله الدولة ما قدر، شلون نحط مركز باسم الدولة؟ القوانين في أوروبا تمنع ذلك. بل بالعكس ابو احمد، انا ما اتخذت الاجراءات. شوف عدد الاحالات الى النيابه، شوف انا لو مرخي وياهم كان ما شفت الهجمه. ترى يعني اكثر هجمه صارت في الانتخابات الاخيره علي انا، واي متابع يعرف شنو الهجمات اللي صارت. ليش؟ لان انا كنت اتخذ اجراءات، انا مو وياي أقصي أحد، أو لأن أنا وجهة نظري ضد فكر معين، أنا قاعد أطبق القانون وبطريقة تتوافق مع العمل الخيري وبالطريقة الصحيحة. شو سويت؟ سوينا لائحة تنظم، تعال أنت مو تبي فلوس، مو عندك خبرة، على عيني وراسي، جمعية نفع عام، جمعية خيرية، على عيني وراسي ونؤمن فيها. موظفنا يروح وياك يتابع، نعرف وين الفلوس راحت، شلون راحت، وين قعدت، وين كذا. ما سوينا شيء اكثر من شيء، لائحه تنظم